شكرا للزملاء أحب التابعين، نعود مرة أخرى معكم لنسكم ونستمتع وننطلق مع الشوط الثاني. يعني الفريقين بنقول لكم بصريح العبارة متقاربين المستوى، يعني ممكن يعني تصدب الخبرة للصالح اليابان أكثر بالشطارة في الفهلوة بالدراسة، اليابان أكثر. نعم اليابان يتفوق، الصين يعني أطوال أجسام بناء جيل قادم، يعني ترى مو كبار في السن على فكرة، يعني فريق حتى الصيني. شوف الإرسال القوي الجميل، وهذه كرة حلوة قوية للاعب الصيني وراو شوهان راو، مترين وخمسة لاعب سنتر، يأتي بنقطة التعادل. الفائز سيلاقي استراليا غدا قبل النهائي. كوريا تنتظر إيران وتايبي بعد هذا اللقاء، سيجمع إيران تايبي الفائز مع كوريا، واستراليا تنتظر الصين واليابان. هذه بالنسبة لدور الأربعة، سنكون معكم إن شاء الله غدا في مبارتين في دور الأربعة، ثم يوم السبت إن شاء الله الختام والنهائي إن شاء الله، يعني سنصل مع مباراة المركز الثالث والرابع والنهائي. ومثل ما عودتكم الكاس هي اللي راح تسلم الكاس لصاحب الكاس. 2-1 اليابان في الشوط الثاني. الشوط الأول انتهى 25-23 ياباني. الصين هل تعود من ثاني؟ هذا هو العسماوي يأتي ويلعب ويدلع تشيدا يوجي 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 يوجع يوجع يوجي هذا يوجي. شوفوا الآن بيروح على الإرسال وشوفوا إذا يعني بدل، إذا لا، إذا هذا تاياشي أونو ديرا، تاياشي أونو ديرا 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 دير اللعبة ديرا. هذه كرة وين تعود؟ حوائط ثلاثية، ينجح الصيني يخترق الحوائط اليابانية، يعدي ويروح ويجيب النقطة. ثلاثة اليابان الصين، ثلاثة الصين. شوف 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 يا جماعة، يعني الطول يعمل فارق، ها؟ لكن والله اليابانيين مقاومين، رغم الفوارق مقاومين. عطها شيميزو الآن، هذه لا والله العسماوي المرعب، هذا المرعب الجديد. هذا يا جماعة شوف ايش طوله، قصير والزينة، يوجي هذا يوجي اللي يوجع صج قاعد يوجعهم ويلعب فيهم ويحط لك كرة 1.86 هذا القصير، يمكن أكثر واحد الآن بالفريقين في المباراة. هذه في الكرة تبيك ماكو، هذه كرة شالها تبيه يا جماعة، تبيه متحرك مخلص يقدم بروح عالية، شيلها عطى خلفية هناك، لا عطى خلفية ستة يا أخي، افتح معاك. شوف مفروض كان يعطي خلفية هناك عند يوجي شاد حيله، وها وعلى أهبت على هبة الاستعداد، يبي ينطلق يبي ينفجر يبي يخلص يبي يطلع يربي يطير، لكن راحت نقطة للفريق الصيني، نقطة للفريق الصيني، والإرسال صيني عند تايشين أونو هذا أونو، هذه طويلة شالها عطاها شابها من الدولة، راحت برا. هل فيها هني صفر عليها حمل كابتن ابراهيم؟ ها شوف واحدة اثنتين هني فيها هني، لا تقول لي فيديو، لا هذه تقدير الحكم. إذن ما يتغشمر، ها يلا كابتن إبراهيم ما يتغشمر، ترى دير بالك ورا الأصفر أحمر. وأربعة أربعة هو تقديره، يعني هذا التقدير ما تقدر، يعني صعب شوية تناقش فيه الحكم، يعني ممكن تاتش ولمسة وغيره،
ممكن الآن أصبح عندك الفار يرد لك ويصيدك الفيديو وتشوف، لكن في أمور يعني هو أقرب إحساس تحكيمي أقرب، ما هو دفاع عنك، لكن احنا عارفينك. هذه طويلة برا عالية، هذا صاروخ عالي في العلالي برا. وخمسة ردت اليابان من جديد للتقدم والإرسال الآن للفريق الياباني، وخمسة الياباني زاو تاتا ساوا يايا والله. إذن حلوة الصينية، حلوة الصينية، يأتي بالتعادل لا يدخل الياباني بعد، خلى قريب حولك وحواليك أمورك شوية، لكن من يروح الياباني شوية تعال الحق عليه، الحق صعب. عالية 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 عالية، ما أبي أقول لك أوت، بس كرة عالية بعد في قذف الكرة، يعني حتى هذا ترى مقياس وعلم، ما هو بس تعالوا قط الكرة وروح، لا. ستة خمسة وستة على الإرسال. ياموتشي مترين وأربعة، هذا لاعب سنتر، ها عاد هذا اللي شادين الظهر فيه، يعني أطول لاعب وسنتر. أوه إيش ناطر، إيش مخلي، إيش تسوي، تعود مرة ثانية للصيني، خلصها عليك، خلصها. تشونغ جونغ 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 طلع من المنطقة وشات، هذا جونغ لاعب جونغ رقم 2 مترين وخمسة، شوف المنطقة الخلفية يروح ويطلع ويشوت، الأمامية عاد صيدوه يلا. لا والله للحين خلفي صادهم القصير، صادهم هذا صادهم. فوجي لف وطار وحطها متر وثلاثة وثمانين. اش تنطرون يا الربع، اش واقف، اش تسوي، اش خانتك يا ابو مترين وثمانية، ابو مترين وثمانية، ثلاثة وثمانين ها حطها عليك. اذا سبعة وخلفية سهلة يابانية، يلا يلا شات جاب. اليابان تدلع. اليابان راح تستضيف الأولمبياد طوكيو في 2020 في اليابان، واليابان راح تكون هي حاضرة ومشاركة صفتها مستضيفة البطولة. I think now they wait for his pipe. Mm-hmm. So the tendency is to come inside, so sometime open should be good. Or quick. Okay. Michael, go. Yellow! ينتهي الوقت المستقطع. الإرسال الياباني للمعد الياباني فوجي، وحائط صد ولامسة اللاعب 11 الصيني داو هاي شانغ داو شايف، وهي من 20 تاياش مترين واحد يتصدى، وهذه كرة صينية ياباني. يا سلام تعود حلوة هذه، لا هذا الولد فنان بمعنى الكلمة. تاشيدا يوجي تاشيدا، يا سلام يقدم مستوى ولا على البال، حلوة.
有机会可以给回来，他现在就限制江川进攻，跳开一点。 يعود الفريقين، نعود معكم يا أحباب المتابعين. كرة الآن، هذه خلفية حلوة حلوة للفريق الصيني ينجح فيها. هذا 17 يقوم في العملية الناجحة اليوم. شوف اليوم من مركز 6 متر و97 سنتي ينجح للفريق الصيني. الفريق الصيني يعني ما في يعني بيني وبينكم بصراحة داخل، هذه خارج الملعب. يوجي عاد مو كل الحركات تبيها. إذا يطلب رجوع الفيديو للفريق الياباني. هذه عندك عاد يا مهنا. الحكم العماني شغيل. ما فيها اذا برافو مهنا موجود. لا ما فيها لمس، وقرار سليم ونقطة للمنتخب الصيني. نقطة للمنتخب الصيني. هذه كرة الان يابانية خلفية، اسقاط وانزلت نقطة. انزلت على الفريق الصيني. الحقيقة الفريق الياباني لو قارنته يعني مقارنة بتسوي أوجه مقارنة، لا الفريق الياباني شكلا أداء جماعية أفضل من الصيني. لا شوف اللعبة، شوف شلون الدفاع، شوف هذا عاد هذا يوجي عاد هذا ما يوز، هذا شغال عدل، هذا قصير لكن مجننهم، لاعب فيهم لعب حقيقة. تشيدة هذا شغال عدل، شوف هذا مترين وواحد، هذا 20 مترين وواحد، وفي عندهم 2 و4 ياموتشي، وهذا استقبال الخاطئ وكرة قوية لم يلحق عليها اللاعب الصيني. شوف 11 دو دو هاي شانك دو، و14 الياباني يكوي بكرات القوية. سلام على الليبرو حقيقة، الليبرو هذا اللي قالوا لك لاعب حر لاعب مدافع، هذا مدافع. لما تقول لي بحط لي لاعب ليبرو يعني تعرفوا شنو لاعب ليبرو؟ يعني مدافع حر فقط شغلته يدافع ويشيل هالكرات. مثل هذا يسمونه مدافع غيره فلا. وقت مستقطع، فارق كبير، الياباني يسيطر اموره طيبه. إذن الفريقين الفارق مثل ما قلت لك يدل، نعم بلا شك أن الفريق الياباني يتفوق على الفريق الصيني باللعب الجماعي، بالحركة، بالانسيابية، بالعزيمة،
Sunt toile țeamă să... Șuf, 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 vânga adlom. Șuf, 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 șuf. شوف شوف جننوهم جننوهم يعني خلاص طلعوهم في هذا الشوط طلعوهم خارج المنظومة خارج المنظومة تماما واحد مني يشيل واحد منك يقط واحد يحط واحد يشوط قذايف يعني نجيبها مني ولا نرقعها مني سويتوا فينا اليابانيين خلاص كفاية 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 حرام حرام 16-8 نرجع شوية Keep focus, huh? Just this. You're ready. Yeah. Take your hands opposite. First time we are too early. So, high ball, we made. High ball, and after fast. Okay. Fast. Right timing. And opposite left is always like this. High ball. There you go. So. إذن الفريقين يعودون والف متعة اليابانية ها تعود حد لا قالوا لك اليابانيين ها شوف إنتاج حلو شغل حلو بضاعة حلوة أمورهم حلوة ناس في قمة التطور والرقي والهندسة والفن وكل شيء يا أخي ها والله ما خلوا شيء نقول لهم شوي 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 الصين هي أم الصناعات وأم التطورات لكن عند اليابان بال 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 بالشغلات اللي ها فيها حسابات وفيها محاسوبات وفيها أمورات إغراء هذه عاد لا حطوها حق اليوم أنت الحين بتروح تشتري هذه كرة طويلة خارج بتروح تشتري لك شغلة والله يقول لك يابانية ولا صينية شو رأيك شو تفضل أمانة ما راح تقول عطني الياباني ها الصين بعد لا وفي الصين تايواني اللي هو تايبي الآن راح تقول لا يب خلني على الياباني أجود شوية ها مطمن أنت نفسيا تقريبا لكن الصين ما خلوا شيء نعم الصين ما خلوا شيء واحد صيد ونقطة ناجحة للفريق الصيني شوية ناخذكم بأجواء يعني الدول هذه ودك يعني مرات تتكلم عنها يعني كل العالم يتسابق يتعاون معها صناعاتها بحب كل شيء عندهم يا أخي ناس تشتغل صح ها واللي يمشي معاهم اللي جاور السعيد يسعد عرفت يعني تمشي معاهم ويزودونك وتزيد منهم شوية وتتعلم نجيت على الكمبيوتر نجيت الصناعات الصينية وش فيهم اليابانيين وقفوا اشتغلوا زعلوا علي الصينيين وردوا الآن ردوا الصينيين بقوة ردوا علي يعني رد قال لك لا حبيبي الصين ما خلت شيء نعم الصين وتروح ترد الصين ما فيها كلام الصين العظيم وقت مستقطع ياباني they know that you don't like from one to left so they follow you all the time when they serve to one everyone is here so if you feel longside you should be better الآن يعود الفريقين لكن عاد الهندسة والفن وهذا عند اليابان يخلصون الآن اليابانيين بالتصرف بالأزرار الهندسية ممكن شوفوها هذه واحدة وشالها لكن الياباني خلصها إلى خارج الملعب
يعني شوف بعد ما كان الفارق دبل سكور تحرك شوية أصبح خمسة الآن، الآن صار خمسة يعني كان دبل يعني. 17-12 خمس نقاط الفارق، لازال الفريق الياباني يمشي ملكا في هذه المباراة، مسيطر يقدم يلعب يتابع، شوف الحركة فيها بركة يا ولد. راحت عليك مع فرحة صينية، يلا النقطة تونس، النقطة تونس والفوز يونس، ها ونسنا معاك ونسنا ويلا فرحنا وخلصنا خلصنا. والإرسال الصيني قوي لكن يا حبيبي العقل قبل القوة، وعد الصينيين انت وعد أهل العقل والفكر والأمور الطيبة. يلا 18-13 والإرسال للفريق الياباني، بلدين يعني ينشدون التطور أكيد، بلدين من 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 التاريخ الرياضي في كرة الطائرة من سنين، اليابان والصين ها وكوريا، هذيلا في البطولات العالمية في العالم. اليابان اللي تعودنا عليها كل بطولات العالم كانت تستضيفها عندها في اليابان، وكانوا يعني شيء لا يصدق، والألعاب السريعة اللي كانوا يسوونها والفنت الخلفي وها والله مهارات كانوا يصنعون مهارات يا أخي، والعالم ياخذ منهم ياخذ منهم هالمهارات والفنتات والشغلات. وطبعا ما يبقى شيء على حاله، كل شيء يتغير، لكن اللي يتطور مع كل شوف الآن يعني موجودين في بطولات العالم تلاقيهم اليابان، في بطولات دوري الأمم اللي هو الدوري العالمي موجودين في كل بطولة، يحرصون على هالمشاركات ما يخلون، لذلك تلاقيهم يعني دائما في القمة الأسيوية. يلا إن شاء الله يعني الآن يعني إحنا تأملنا يعني المنتخب القطري إنه لما شارك في الدوري الأمم الدوري العالمي قلنا خلاص لازم نفترض الآن يستمر. هذه كرة حلوة 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 حلوة، برافو الدفاع يعني الليبرو حقيقة الياباني داخل 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 داخل، لا ويقول لهم داخل يعني عشان والله أمين أمين يعني أمين، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك إيه أمين أمين، وهاي يأشر داخل الكرة كرة داخل وصريح، الولد صريح قنوع ها قنوع، القناعة حلوة، هو فايز ومتقدم وحاس نفسه أنه ماشي أموره طيبة، فالقناعة كنز ها. شوف شوف لاعب ممتاز برابو حقيقة الليبرو الياباني، يقدم نموذج لاعب حر، هذا اللاعب يقدم نموذج بأن لاعب ليبرو نعم لازم تشوف شلون يتحرك. شوف يعني هذاك هذاك 18 موتو يا موتو، متر 71 سنتي طوله، لكن ما طوفه كرة إلا ما ندر، هذا شيميزو اللي شفناه اللاعب المتميز في المنتخب الياباني. وهذا 6 الياباني يا موتشي، وهذه كرة وحائط صد لكنها راحت برا، برابو حكام العماني. الآن إدارة في الشوط الثاني حقيقة يعني ما تكلمنا ما وقفنا ما قلنا يا جماعة ايش هالقرار ايش هاللعبة ها؟ هذا اللي وصينا عليه، هذا اللي وصى عليه الطبيب، بس الطبيب ما حد يسمع كلامه. يلا 21-16 الإرسال ويشيلها شيمان حلوة، الله 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 حلوة، 5 زاو زاو فوكو زاو تساو وايا وايا، والله اسمك طويل يا زاو، واوا واوا ولا واوي ولا اللي تبي، المهم انك جبت لعبة حلوة. فوكو زاوا خلنا نكون صريحين عاد، فوكو زاوا يلا نتفق 22 خلاص خلاص، اليابان أمنت أمورها تمام حقيقة من انطلاقة الشوط، هي ماشية. شوف حبيبي ما تعدي ما تعدي حبيبي النجم هذا هذا
النجم الساطع، النجم الجميل اللي يسمونه لاعب حر، هذا هو الحر. حر، نعم، تعلم من الحر، يشيل ما يخلي، ما يخلي هالقصير أبد. قاعد لهم قاعدة هالياباني. هذه كرة، هذه كرة، شوف شوف وين راح، شوف وين راح. خذ، صدقوني أنا قاعد أتابع، لما كانت الكرة تعد هناك راح تقدم في خذ، يعني خذ العمق صح، لأن الكرة راح تجي، فهي الكرة راحت شوية في زاوية عند زميلة، لكن هي توقع كان صح. المخرج سامعني، برافو المخرج معاي، ها والله شكله ما أدري المخرج من المصدر من هناك يعرف لنا. شوف شلون شال، ها، لازم احنا لم نكون كل يعني لازم نكون حقانيين، لكل واحد نعطيه حقه، اللي يبدع، اللي يستمتع، الفريق اللي يلعب تعطيه، احنا مع الكل، قناة الكل، نعطي الكل حق حقه. اذا نشوف كرة شلون قوية، خلاص 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 خلاص، شوف الدفاع، يا سلام، اليابان يتدلع يتفنن، وللنهائي رايح رايح، راح يلعب مع استراليا القادم بكرة. اليابان مع المتعة اليابانية على شوط الثالث، ان شاء الله نلتقي لتستمر المتعة. تفضل كابتن سهيل.